طبعا انا ضد الاعلام اللي الناس اللي اتكلموا ضد المغرب، لان انا من اب مصري وام مغربيه، والمغرب شعب طيب جدا، واللي قاعد في المغرب هو اللي يعرف قيمه المغرب. وانا يعني مع الشعب المغربي في محبه وموده، واي حد يشعل فتنه من خلال الاعلام مش امان الخياط، هي الشعب المصري كله. الشعب المصري شعب طيب كتير، لا اكيد مستهدف، واكيد بيكون منظمه وبيدفعوا للناس دي عشان تتكلم في الموضوع ده، خصوصا ان الاعلام بيوصل رساله ان يعني الحاجات دي مش موجوده، وزي الثوره زي الحاجات اللي بتحصل في الاخبار، الاعلام بيدي نظريه مش موجوده، زي الناس اللي بتروح مصر بتفكر ان هي فيها حرب وفيها حاجات من دي، وهو لا، اي حد يروح مصر في دلوقتي بيلاقي ان حياه جميله. طبعا الناس دي لا يمس الثقافه في شيء، لان من يؤمن بالسحر مكتوب في القران ان السحر موجود، ولكن لا يفلح الساحر من حيث اتى. والشعب المغربي سواء بيقولوا عليها مثلا، انا نفسي متهمه بوجودي مثلا في المغرب او كده، ان يقولوا سحر وشعوذه، انا ماما مغربيه وافتخر، لا شيء، ولا عمري لجأت للحاجات دي، لان لا يفلح الساحر من حيث اتى. والشعب المغربي ليس مشعوذ، الشعب المغربي طيب ومثقف، واللي عنده ثقافه عاليه لا يمكن يلجأ للجهل.